تيب درت الدرس، ولكن غادي نطبقوا مع الاخوات. دابا لاحظوا معايا، شديت من هنا لهنا، غادي نديروا لو تي بي في التوب. اذا نتوكلوا على الله لهذا الشكل. اذا كما قلنا لكم، خلينا سنتيم من هنايا وسنتيم الخياطه كما قلت لكم في الفيديو السابق، او دان سنتيم لهذا الشكل هذا. اذا هذا الفوق، وهنايا سنتيم بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا راه توب على اثنان. هذا نقطع رقم واحد، هو هذا كما تشوف. غادي نجي نقطع رقم اثنين، غادي نقص كاعد. خلي سنتيم واحد، طول داكشي اللي بغيتي تخليه خليه. هنايا سنتيم واحد، هذا مع هذا الميليو. لاحظوا معايا الميليو، هنايا العدد اللي بغيتي خليه. هنا خليت سنتيم، هذا الطويل بالنسبة لنا راه معروف بين الأخوات على هذا الشكل. إذا غير إلا تقلب لي سفاح على علام غاديش نعرف له، ولكن عرفتو بالكرانة ديالي. إذا غادي ننتقل للمرحلة الثانية، غادي نشد هادو هكذا باش ما نتلفش، وغادي نحط المسلين ديالي مسلين، وغادي ندير به لي فواج. هو توب ديالنا على هاد الشكل هذا. اذا راه على اثنان على هاد الشكل، وغادي نقطعوه بهذا الشكل بعد ما قطعنا الكم ديالنا لا مونش. اذا هذا هاد الشكل. اذا في الدرس اللي عطيت فيه غير الشرح، درت 4 سنتيم اضافيه هنايا الا لاحظتوا على هاد الشكل الاخوات. هاد 4 سنتيم راه غادي تقطع واخا دايرها بالماركر، وهنايا سنتيم الخياطه ديالنا. اذا غادي نتوكلوا على الله ونقطعوا المسلين ديالنا على هاد الشكل. اذا درتو انا باي توب، يعني توب اللي بغيت هنايا، غير باش نشرح لكم كيفاش كيلصقوا الرقع، ان شاء الله تفهموا. واحد هاهو الشكل الثاني ديالنا سنتيم. كما تلاحظوا راه هرب ليا شويه من هنا، غادي نعوضو هنايا. إذا عندي 4 سنتيم تا هنايا. إذا هنايا من خلال الملاحظة، هذا كبير وهذا صغير. إذا كنا درنا وضعنا واحد، وضعنا هذا اثنان. إذا هذا اثنان، باش تلاحظوا معايا اثنان، وهذا ثلاثة. لاحظوا معايا مزيان، عملنا كرانة هنايا، وعملنا كرانة هنايا. ينقروس على هاد الشكل. غادي نحيد البابي ديالي على هاد الشكل، نحيد البابي ديالي على هاد الشكل. إذا غادي نجيب الرقع المنبطرة أو المتشتتة المتوزعة على هاد الشكل. إذا غادي ناخدها، غادي ناخد هذا هو الأول. إذا هذا تت دو مونش على هاد الشكل هذا، نحلو على هاد الشكل هذا. يعني بعد ما درت البغودغي لهذا، يعني بعد ما درت السيرجي لهذا على هاد الشكل هذا. اذا شوفوا، بعد ما درت السيرجي هنايا، بعد ما درت السيرجي هنايا، سيرجيت هنايا،
انا ما غاديش نسوجيه لان هذا غير درس غادي نشدو على هذا الشكل هذا. وي اذا بالنسبه لنا هذا وجه الثوب وهذا وجهه، غادي نشد على هذا الشكل، غادي نشد الميليو ديالي على هذا الشكل هذا الوسط ديالي، ونشد لا بيس رقم 2 اللي هي هادي على هاد الشكل. اذا هاد لي بيس راكم تقطعتهم، ها هي، وغادي نشدها على هكذا. اذا شحال من رقعة شديت؟ ثلاثة. برافو، ثلاثة رقع يعني، وشديت لا مونش ديالي وتبعتها اباري طاب مرحلة مرحلة. اذا غادي نمشي ونشد هكذا ونخيط، غادي نخيط هاد الشكل هذا وغادي نجيبو لكم وغادي تشوفوه. غادي نمشي ندوزو بلا ماشين ديالي، انا ماشين دوز كوتوري سامبل على هاد الشكل نابورت كي الكولور، ولكن نخلي واحد المسافة ديال 3 سنتيمتر من هنايا 3 سنتيمتر وهنا 3 سنتيمتر، نخيط ونرجع. اذا لاحظوا معايا كيلصقتو على هاد الشكل هذا، ولصقت هذا هنايا الفولون هذا ولا الفرفار ولا اعتبروا كيما بغيتو. غادي نلصق الثاني نفس الشيء لهاد الكرانه هادي. اذا الكرانه علامة علاش درناها؟ كنكون كنخيطو الا جاتنا مزاقله هنايا راه ديف. اذا خصنا نشدو من هنا لهنا نخيطو، تلقنا هادي مع هادي، دغوافيل مع دغوافيل، الروح الخيط مع الروح الخيط الاخوات، وشكرا. اذا انا غادي نجيب الثاني ديالي وهذا ديال 3 على هذا الشكل، هذه ديال 3 ونوضعو ونشد الجميع على هذا الشكل الوجه مع الوجه. اذا هذا الوجه هذا الدار هذا الوجه هذا الوجه، ونشدهم بثلاثة بهم ونخيطهم بهذه الطريقه هذه، وعاد نكمل الكم ديالي. اذا على بركة الله نمشي نخيط هاد الجهة هادي. اذا على هاد الشكل هذا كما تشوفوا اليد ديالنا على هاد الشكل هام، دابا بدا كيتضح لنا المسائل. شنو بقى لنا دابا ملي لقينا هاديك؟ هو اللاقي الداخل ديال هادي، غادي نرد هادي على هاد الشكل هذا ونخيط هادي مع هادي. اذا غادي نخيط هادي مع هادي ونجي لعندكم هنايا وخيطت هنايا وخيطت هنا في لامونش. اش بقى ليا؟ نخيط هادي، ولكن قبل ما نخيط هادي غادي نقلب لامونش ديالي ونوريكم شي حوايج. غادي نقلب اليد ديالي على هاد الشكل الاخوات، لاحظوا معايا، وغادي نشد هادي ديال البارابول ديالي ونخيطهم على هاد الشكل تا هما. لاحظوا معايا، غادي نبدا الخياطه منين البنات؟ من هنايا، من هنا، وبالاخص الا كنت داير البرودراج هنايا الطرز ولا شي حاجه، غادي نبدا الخياطه من هنا. وغاد منين نبدا الخياطه من هنايا ديال الاول على هذا الشكل نشدو، خصني نشد. اذا لاحظوا معايا، غادي نشد لا مونش ديالي على هذا الشكل ونشدها بهذا الشكل، غادي نخيطها الاخوات بهذا الشكل هذا. لاحظوا بهذا الشكل هذا باش منين نقلبها هنا ما تبان ليش الخياطه هنايا راس لكم. اذا غادي نخيطها من هنايا ونجي خياط، ونفس الشيء هنايا غادي نقلبها على هاد الشكل هذا ونجي خياط على هاد الشكل هذا. اذا غادي نخيطها بهاد الشكل هذا، لاحظوا معايا على هاد الشكل، وندير نفس الشيء الجهه الثانيه. اذا بعد ما خيطت بهاد الشكل هذا، لاحظوا معايا على هاد الشكل، بقى عندي هاد لو ترو هنايا لداخل، بقى عندي واحد الثقب ها هو، خصني نعدلو. ونفس الشيء هنايا، اشنو غادي نعمل؟ غادي نقلب لا مونش ديالي على هاد الشكل هذا، ونشد كلشي على هاد الشكل هذا، ونشد هذا مع هذا. اذا غادي نشد واحد اثنان ثلاثة على شكل ساندويتش. اذا فينيسيون انتوما اللي خصكم ديروه، تنقيو يديكم شوية. اذا غادي نخيط على هاد الشكل هذا وغادي نوريكم شنو عملنا. اذا لاحظتوا كي جاتنا اليد، هبطي اليد في تمزره وحركيها، حركيها بنتي،
إذن لاحظوا معايا كي جاتنا لا مونش على هذا الشكل هذه في طبقين، الطبق الاول والطبق الثاني. إذن لاحظوا هاي بحال فلامينغو على هذا الشكل هذا. إذن نتمنى تكونوا فهمتوا للدرس ان شاء الله، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم.